في بداياتك كنت ضيف على برنامج دنيا دنيا من سنوات، يمكن من ثلاث سنوات أو حتى من أربع سنوات. أكيد طبعا. خلال هاي الفترة من السنين شو أنجز على الساحة الفنية ليفون؟ عملت تقريبا ثلاث أغاني، اللي هي أغنية حرامي اللي حكيتها في البرنامج، في أغنية نسيني هاي جديدة، وفي كمان أغنية اسمها عشان أرضيك. عشان أرضيك. عشان أرضيك. صعبة هاي عشان ترضيها، البنات عشان ما بيرضوا هالأيام. هاي من كلمات وليد إبراهيم الكسواني وألحان بدروس ديمرجيان عمي، طبعا توزيع جوزيف ديمرجيان ابن عمي كمان، وجه لهم تحية كلهم، وإن شاء الله إنه يكون إشي كويس إن شاء الله.